إحنا جين زي، جيل زد، الجيل اللي جه بعد الألفية. أنتوا شايفين الدنيا كده وإحنا شايفينها حاجة تانية. هات واحد شاي سوبر بره. ده هزاركم وده هزارنا. الشغل بالنسبة لكم كده، هو بالنسبة لنا كده، الصحاب كده، أنا بنخاف، وبالنسبة لنا كده إخواتي. الحفلة كانت كده. إيه ده، استنوا كده، دي لسه كده برضو. أنتوا صح بس إحنا مش غلط. ودلوقتي جه الدور علينا علشان نوريكم أفكارنا ممكن تعمل إيه. جين زي، أضخم برنامج بين طلاب جامعات مصر في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، بتمويل ودعم يصل ل 50 مليون جنيه. تقدر تقدم دلوقتي من خلال الموقع الإلكتروني التالي. في الفترة من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر. للإطلاع على كافة التفاصيل وشروط التقدم في البرنامج برجاء زيارة الموقع التالي. جين زي، تحدي الجامعات.